للحديث عن استمرار تفشي الإصابة بفيروس كورونا في العراق في ظل تخبط وازدواجية من الحكومة في العراق في التعامل مع الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. الدكتور إبراهيم، بداية مرحبا بك. أعداد المصابين بفيروس كورونا يتزايد رغم ما تعلنه الحكومة في بغداد من إجراءات للحد من انتشار هذا الوباء، يعني النتائج تظهر فشل السياسة المتبعة من قبل هذه الحكومة في مواجهة هذا الفيروس، يعني كيف تنظر إلى الأمر من الناحية الطبية؟ هل بالإمكان تغيير الخطط الموضوعة ومن ثم تغيير معدلات الإصابة؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. مساء النور سيدي العزيز. الوضع الصحي انهار بالعراق، منهار الوضع الصحي، مستشفيات الدنيا هسه الستاف الطبي اطباء وممرضين يحاولون قدر الامكان تقليل الضرر مو اكثر، وليس منع الضرر وانما تقليل الضرر. هسه شوف اكو شغله، منظمه الصحه العالميه استاجرت مكان في معرض بغداد الدولي يسع بحدود تقريبا 5000 سرير، على اساس يسووها حجر صحي ذاك المكان. الحجر الصحي في نص بغداد هذه مأساة، هذا دلالة على تخبط، واللي عايشين على الصحة والوضع الصحي بالبلد مو أهل لها. سيدي العزيز، حتى منظمة يعني أنت بتوفر مكان، ما عندك كادر، حتى الإصابات بالإستاف الطبي، نقابة الأطباء اليوم تقول الإصابات أكثر من 280 طبيب في بغداد حصراً عدا اقليم من كردستان. عندنا اطباء اثنين توفوا، اخصائي جمله عصبيه واخصائي باطنيه في بغداد. هذه دلاله على حتى الاطباء ما داخلين دورات على الوبائيات. هل ترى ان الجهات الصحيه يعني لا تستطيع في هذه الحاله السيطره على تفشي الوباء في العراق بعد ازدياد حالات المعدلات الطبيعيه؟ نعم هذا صحيح، على تأييد كلامك سيد العزيز. طيب الحكومة من جهتها يعني تلقي باللوم على المواطن، هي الآن رغم ما يعني هذه القلة في الإمكانات وعدم الاهتمام بالواقع الصحي، عدم بناء المستشفيات، عدم تجهيز مستشفيات بتجهيزات المتطورة، هي تلقي باللائمة على المواطن، تقول الحكومة أن المواطن لا يلتزم بتعليماتها الصحية. صحيح، اضعف حلقه هسه بالمجتمع العراقي هو المواطن، لان ما عنده ميليشيات، ما عنده سلاح، ما عنده فضائيات يتكلم، فهمت علي؟ وخانقين من رقبته. طيب انا اليوم انا طبيب، انا اليوم طلعت استلم التقاعد مالتي، حاله طبيعيه، كذب، ماكو منع تجول. يعني هي وونتد، يعني الحكومه تريد اساءل هذا الشعب، ودائما تذبها في راس الشعب. المواطن بسيط، ما فيش عنده، قل له اقعد يقعد، بدليل انت حرمه من ابسط مقومات الحياه. شنو بعد الدوله تدري من المواطن؟ ليست هناك اي خطوات اتخذتها الحكومه لحمايه الاطباء، يعني نقابه الاطباء في العراق تقول ان 324 طبيبا في البلاد اصيبوا بفيروس كورونا. يعني هل توفر الحكومه الحمايه اللازمه للاطباء؟ حبيبي مستلزمات السلامة المهنية ما موجودة. أنت تدري الأطباء دي يشترون على حسابهم، هاي حتى الملابس هاي دي يشتروها على حسابهم من السوق السوداء. هسه أي مواطن هسه خليه يروح يفطر بالمستشفيات، هسه شوف المولات توزع ديتول وتوزع كمامات والدنيا، والدولة تقول له دبر نفسك. هاي جاي وزير الصحة ياخذ سيلفي مع الأطباء، إلى وين وصلنا احنا؟ إلى وين وصلنا؟ يعني منظمة الصحة العالمية مثل ما ذكرتم أنها استأجرت مكانا في معرض بغداد الدولي وجعلته يعني أو تريد جعله حجرا صحيا، أيضا هي تتوقع استمرار موجة الفيروس في العراق حتى الشتاء المقبل، يعني كيف تتوقع دكتور أن يكون وضع العراقيين في ظل انتشار هذا الوباء وأيضا في ظل منظومة صحية مهترئة مثل ما تفضلتم؟ سيدي العزيز، الوضع الصحي منهار، مو قلت لك انا هسه شغله الاطباء هسه بدأوا المستشفيات تقول له عندك هاي اعراض بسيطه روح احجر نفسك.
يعني هو ما عنده ثقافة صحية وتقول له روح احجر نفسك. هل سببت الدخول بالمستشفى؟ والله اليوم والله قمت ابكي. انا قاعد هسه بالبيت صار 3 أشهر قاعد بالبيت يعني فاتح التليفون مالتي اجاوب على المرضى. اليمن هاي اليمن بيها 500 سرير مال انعاش والعراق بيها 300، لك هاي وين وصلنا يا اخوان؟ نعم. يعني وضع الصحي بالعراق تعبان حبيبي. نعم. من الحكم اجى الحصار واجى الاحتلال، فهمت علي؟ كل هذني ساهمن هسه النوم وحكومات طايح حظها يذبوها براس المواطن. شكرا جزيلا لك الدكتور ابراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، الطبيب العراقي الدكتور ابراهيم سليمان.